نروح للحقيقة حاجة لطيفة جدا، وفي ليها هواة وناس مغرمة بهذه الهواية من قديم الزمن. يعني هي فكرة جمع الطوابع، أو هواية جمع الطوابع، وخصوصا الطوابع القديمة أو الطوابع اللي بترجع إلى فترات تاريخية بعيدة شوية وما بقتش موجودة ونادرة، وكمان بتمثل أو طلعت في مناسبات ما. المناسبات دي بتكون مهمة بالنسبة للشعوب أو الحضارات أو الثقافات، فبالتالي بنلاقي طوابع قديمة قوي وأسعارها الحقيقة ممكن تبقى مرتفعة جدا، وناس ممكن تسافر بلاد عشان تجمع هذه الطوابع عشان تقدر تكون كده، حتى بالنسبة مش بس لحضاراتهم أو دولهم، ولكن في دول تانية وحضارات تانية. فأدي مثلا ده طابع بريد قدام حضراتكم، كان مثلا حاجة لهدى ليلى مراد مثلا، ده طابع بريد يعني لليلى مراد فاتن حمامة، كان ده كان في 2015. سميرة موسى هنشوف ايه تاني عندنا، ده كان 99 بالظبط كده. سلام، انا بتكلم على كليوباترا ولا نفرتيتي ولا ايه، احنا بنتكلم من ما كانش في زمن مكتوب الحقيقه او تاريخ. طيب ام كلثوم سنه، ده الطابع ده من سنه 75. لو عندنا كمان ادم دي بقى كمان ادم، ده بقى من ايام ما قبل 52، يعني بنتكلم ادي ده بالمناسبه ده 57، ده كان برضو من اوائل الطوابع، ده كان بمناسبه عيد الام، معلش قبل حياه كريمه، ده كان من اول الطوابع مثلا اللي طلعت في حياه كريمه اللي هو اللي قدام حضراتكم ده، ده كان ب 10 مليم، ده طلع في 21 مارس 57 بمناسبه عيد الام. هنشوف مثلا طوابع برضو جديده بتتكلم على الفتره الحاليه زي الطابع الخاص بحياه كريمه، فكره موكب المومياوات الملكيه، كل دي طوابع الحقيقة بتبين سواء عناصر قوة موجودة، أبطال مصر في الأولمبياد هم قدام حضراتكم برضو. أدي طبعا هدى شعراوي، ده كان سنة 73 وكان الطابع ده 20 مليم. فالحقيقة دنيا الطوابع دي واضح أن هي دنيا وعالم كبير جدا جدا. نسأل ضيفتنا الكريمة دكتور هبة حمدي مدير عام هواة الطوابع البريدية بالبريد المصري عن هذه الهواية ووصلت لفين دلوقتي وأبرز ما فيها. مساء الخير دكتور هبة. مساء النور استاذ عمرو، اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. الحقيقه انا كل فضول اعرف ايه هو اول طابع بريد طلع في مصر. اول طابع بريد ظهر في مصر كان سنه 1866. 1866 بالظبط كده. 1866، وده كان بعد حوالي 26 سنه من اول طابع ظهر في انجلترا اللي هو طابع البني بليك. فإحنا على طول مصر كانت من أوائل الدول اللي اهتمت بالطوابع، وفعلا أصدرت أول طابع ليها 1866، ده طابع عادي، وكان أول طابع تذكاري حضرتك اللي هو كان 1925 اللي هو انعقاد اللي هم الثلاثة اللي احنا حاطينهم من شوية، ممكن نجيبهم على الشاشة. ده كان أول طابع تذكاري يسجل حدث تاريخي كان حصل في مصر، هو انعقاد مؤتمر الجغرافيا الدولي. وده كان بيصور إله العلوم عند القدماء المصريين، وماسك القلم بيكتب اسم الملك فؤاد. مظبوط. فيعني ده أول طابع تذكاري مصري كان سنة 1925. ومن ساعة التاريخ ده بقى توالت الطوابع التذكارية. ومن 1866 توالت الطوابع العادية وتوالت بقى الانواع الاخرى من الطوابع، كانت جويه، كانت حكوميه. دي هي اول طوابع دي قدامنا هي على الشاشه اللي هي 1925. لو نرجع بس لده اللي حضرتك بتقول ان دول اول طوابع اللي هي ظهرت يعني بالنسبه لنا يعني في مناسبات يعني. طيب شفنا برضو اللي هو الطابع الثاني اللي هو كان في الخمسينات بمناسبه عيد الام. تمام. ده كان طابع برضو تخليد ذكرى عيد الام اللي هو في 21 مارس. فكان طبعا اللي هي الام وبتحتضن اطفالها، فكان برضو يعني من الطوابع الجميله اللي هي كانت من اوائل الطوابع اللي بتتكلم عن المراه. كل الطوابع دي يا فندم موجوده مثلا في الهيئه او موجود منها نسخ اصليه في الهيئه ولا بقى صعب يعني؟ لا، هو موجود طبعا في الهيئه منها نسخ وكده كحفظ نوع. اه بالظبط كده، حفظ نوع ليها. بس غير متداوله طبعا دلوقتي.
طب هواة الطوابع في مصر يعني، واكيد وحضرتك طبعا مدير عام هواة الطوابع يعني في البريد المصري، ايه اقدم طابع مثلا عند هواة البريد في مصر مثلا ما يتعلق بطابع بريد مصر يعني؟ لا لا لا، في طوابع، في هواة عندهم الطوابع الأولانية بتاعت 1866، اللي هي في دي طوابع العشاشة دي عند 1866 عندهم. و1925 يا خبر ابيض، عندهم طوابع من 1866 و1925 طوابع تذكارية والطوابع العادية. دي الطوابع الأصلية اللي كانت وقتها، بالظبط كده، هي من وتعيش ده أول. كله نعم، وتعيش الفترة دي كلها يعني بتاع بيحفظوها في 1925 ألبومات. ده داخل على 100 سنة. بالظبط كده، بتتحفظ في ألبومات وبيهتموا بيها جدا طبعا دي الهواة لا داخل تقدر مصر بثمن وهواة يعني، خارج مصر. لا ألو، تقدر بثمن، ولا بيبقى ليها برضو زي معارض أو مزادات يعني؟ لا هي طبعا قيمتها عالية جدا وبتعمل لها معارض طبعا، البريد المصري بيشترك في معارض طبعا وبيعرض الطوابع ديت مع اشتراك مع الجمعية المصرية لهواة الطوابع، وبين الهواة كلهم بيجي يزوروا ويعرضوا، وبيبقى حاجة جميلة جدا يعني، منطقة جميل جدا. طبعا الهواة اكيد. بيعرضوا فعلا الطوابع اللي هم احتفظوا بيها سنوات سنوات وبتتورث عبر الأجيال. اكيد. ولكن لو قلنا مثلا لو في مزاد على طابع مثلا او تقييم او تسعير للطابع، يا ترى ممكن يوصل لقد ايه ثمنه من الطابع القديمه لا، الطوابع لا تقدر بثمن، خالص؟ لا تقدر بثمن. لا تقدر بثمن. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هبه حمدي، مدير عام هواه الطوابع البريديه بالبريد المصري. التراث فعلا، التراث والحضاره لا تقدر بثمن.